ينطلق من مصلحة الأغلبية نتاع الشعب الجزائري. الشعب الجزائري لما خرج في الثورة تاعو يوم 22 فبراير خرج من أجل ذهاب النظام ونظم ورموز النظام، لكن لليوم أن النظام هو نفس نظام اللي بقى سواء في وقت يعني قبل الثورة تاع 22 فبراير أما الآن، يعني أن لا شيء تغير. ومن خلال يعني الثورة تاع 22 فبراير أن حزب العمال خذ موقف بالانسحاب والاستقالة من المجلس الشعبي الوطني، رغم كانت عندنا كتلة برلمانية لكن استقلنا. لماذا استقلنا؟ استقلنا استجابة للمطالب الشعب اللي كان في الشارع، لأنه كان يقول ذهاب النظام ورموز النظام وبالمؤسسات النظام، لكن اليوم لا شيء تغير. وكذلك الشعب الجزائري ما زال مصر على ذهاب النظام، وإلا كيف نفسر استفتاء حول الدستور أن شفنا باللي ما يقارب 88% من الكتلة الناخبة رفضت هذا الدستور، سواء بتصويت بلا، الناس اللي راح تصوت بلا، أو تقريبا ما يقارب 77% الذين اللي ما رحوش خلاص لصناديق الاقتراع. ولذلك انطلاقا من مبدأ أن حزب العمال يتخندق مع الأغلبية وهذه الأغلبية التي رافضة النظام، طبيعة الحال حزب العمال يرفض باش يشارك في هذه الانتخابات، خاصة نقول خاصة في وضع وين رانا نشوف باللي كان هناك قانون الانتخابات الجديد، وهذا القانون اللي جاء من أجل أنه من أجل تكسير التعدد الحزبية التي هي مكسب من مكاسب يعني أكتوبر 88. ضيف لذلك أن اليوم هذه الانتخابات التشريعية هي ما تقدرش تحل تماما مشكل الشرعية في البلاد اللي هي مطروحة منذ سنة 1962 لغاية اليوم. نضيف لهذا الشيء وهو الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجزائريات والجزائريين اليوم. رانا نشوف في يعني في الميدان ناس يعني نقدر نقول لحقت إلى غاية الملايين اللي ما تقاضوش الأجور تاعهم، العدد الكبير من يعني كذلك ملايين الذين فقدوا مناصب الشغل تاعهم جراء يعني الإجراءات هذو بما يسمى يعني الجراءات الصحية. ضيف لذلك نشوفوا باللي الغلاء نتاع المعيشة، الارتفاع الأسعار، كل هذا الشيء يعني اليوم في عوض أننا نحافظ على الأمة الجزائرية، عوض أن يعني نروح باش ندير قرارات جريئة من أجل يعني إرجاع الكلمة للشعب، من أجل تغيير النظام، لا نحن نروح إلى غاية كيف يقول نغطي والسمش بالغربال ونحاول أننا ندير انتخابات اللي هي ماهوش مطلب شعبي، المطلب الشعبي وهو رحيل للنظام، ماهوش الانتخابات التشريعيه. ولذلك احنا بالنسبه لنا ان النظام لابد يعني هو رحيل النظام الحالي، ولكن اعطاء الكلمه للشعب من خلال مجلس تاسيسي سيد الذي يضمن الحقوق، يضمن الحريات، الذي تكون فيه العداله مستقله، الذي يعني يستجيب لكل التطلعات نتاع الاغلبيه من الشعب الجزائري. يطرح سؤال الان، كيف يختار هذا المجلس؟ هو يعني احنا كيف يختار الطريقه كيف يختار، نظن ان تقدر تختار من خلال يعني اللجان الشعبية على مستوى القاعدي، عن فئات المجتمع تختار ممثلين توحم من طلبة، من شباب، من نساء، من فلاحين، من عمال، من كل، تختار الممثلين تاعهم بطريقة التي تسمح بأن كل فئات المجتمع تكون ممثلة داخل هيئة تأسيسية أو مجلس تأسيسي أو الجمعية تأسيسية، نسميها كما بغينا، لكن على الأقل أن الجميع يكون ممثل.